صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده هنتكلم مع بعض عن اخطر واقوى فيروس موجود في وقتنا الحالي، وهو فيروس الفديه، واللي تقريبا نص مصر كلها اتعدت منه او اتصابت منه. طيب بكل بساطه كده، هو ايه فيروس الفديه وازاي تحمي نفسك منه، وهو عباره عن ايه وبيعمل ايه في الكمبيوتر عندك، وكمان لو اتصبت بالفيروس ده وجهازك تم اصابته بالكامل تعمل ايه علشان تشيله من عندك. بص يا صديقي، فيروس الفديه كده من البدايه وبكل بساطه هو عباره عن برمجية خبيثة جدا او ملف خبيث جدا. الملف ده بيتم دمجه مع برامج الويندوز او اي برنامج انت بتنزله عندك على الجهاز، ومجرد ما بتشغل البرنامج، مجرد ما الفيروس بيبدا انه ينتشر عندك في الكمبيوتر. ومع احترافية المطورين بدا ان هم يحقنوها في روابط التحميل اللي جايلك من اي موقع او حتى موقع رسمي. والطريقة دي بكل بساطة بيبدا المطور انه يحقن لغة البرمجة الخاصة بتطوير الموقع، واللي هي البي اتش بي مثلا. بمجرد ان انت ما بتيجي تنزل برنامج معين او تيجي تنزل ملف معين حتى لو من موقع رسمي، بيبدا انه ينزل معاك الفيروس على الجهاز بدون ما تعرف عنه حاجه. طيب الفيروس دلوقتي لو اتواجد عندك على الجهاز بيعمل ايه مجرد ما بينزل؟ بص يا صديقي، مجرد ما الفيروس بينزل عندك على الجهاز في امرين ممكن يحصلوا. اول امر ان الملفات بتاعتك تتشفر بالكامل، وتاني حاجه الفيروس بينزل عندك على الجهاز وبيبدا انه ينتشر في ملفات السيستم الخاصه بالويندوز لحين تفعيله او لحين اخذ امر من المطور الخاص بيه علشان يبدا يتفعل ويشتغل عندك على الكمبيوتر. ووقتها بقى الفيروس بيبدا انه يتفعل عندك وبيبدا انه يشفر لك كل الملفات اللي عندك. وفي الحاله دي انت عندك نوعين من التشفير، اول نوع وهو التشفير الاونلاين، وتاني نوع وهو التشفير الاوفلاين. وهنتكلم مع بعض عن النوعين المشهورين جدا من الفيروسات. والتشفير الاونلاين او الفيروسات اللي بتشفر جهازك عن طريق الانترنت، والفيروسات دي بكل بساطه بمجرد ما بتنزل عندك على الجهاز بيتشفر الجهاز بتاعك بالكامل، ومفيش حل غير انك لازم تدفع فلوس للمطور الخاص بالفيروس ده علشان يبدا يفك لك الملفات بتاعتك. وعلى فكره مفيش اي ضمانات ان الملفات دي بتتفك، وان حتى ممكن المطور بعد ما ياخد منك الفلوس ويفك لك الملفات بيرجع يشفرها مره تانية. مفيش اي ضمانات خالص. والنوع الثاني واللي مش كل الناس بتتصاب بيه وهو التشفير الاوفلاين، وده بكل بساطه بيتم فكه عن طريق حلول كتيره جدا، وهنذكر بعضها في الفيديو ده. وفي انواع من الفيروسات او فيروسات الفديه بالتحديد بتبدا انها بتنزل على الكمبيوتر عندك وبتبدا تتجسس على كل عمليه انت بتتمها على الانترنت، او حتى اي بيانات موجوده عندك على الكمبيوتر زي بيانات مثلا الفيز بتاعتك او الحسابات الشخصيه بتاعتك او اي حاجه موجوده عندك على الكمبيوتر، وبيبدا انه يرسلها للمطور الخاص بالفيروس. وبكده المطور بيكون معاه كل البيانات بتاعتك وكل الداتا بتاعتك، ويقدر انه يستخدم كل الحاجات دي ضدك. والنوع اللي بعد كده وهو النوع اللي بيستخدم علشان يبدا انه يستهلك موارد الكمبيوتر بتاعتك والمكونات بالكامل علشان يعمل عمليه تعدين من خلال الكمبيوتر بتاعك. طيب انت دلوقتي عرفت اغلب انواع الفيروسات اللي موجوده، بتعمل ايه بقى علشان تقدر تحمي نفسك او تحمي الكمبيوتر بتاعك من الاختراق او من الفيروسه بتاعت الفديه؟ وخلي بالك انا هنا بقول لك تعمل ايه علشان تحمي نفسك، مش تعمل ايه علشان تفك تشفير الفيروسات. احنا لسه ما وصلناش للنقطه دي. واول حاجه تعملها علشان تقدر تحمي الملفات بتاعتك والكمبيوتر بتاعك من الاختراق او من الفيروسه، انك تسطب انتي فيروس قوي جدا. والانتي فيروس ده مش مجرد انه انتي فيروس، لا، في برامج معينه او في اصدارات معينه من برامج الانتي فيروس وظيفتها انها تحميك من الانترنت او الفيروسات اللي بتجيلك من على الانترنت. وكنت عملت فيديو قبل كده على القناه ازاي تسطب او اقوى برنامجين انتي فيروس تسطبهم عن ويندوز عندك علشان يحمي لك الملفات بتاعتك، وهسيب لك رابط الفيديو ده موجود في الوصف بتاع الفيديو ده او في الاي اللي موجوده فوق. وتاني حاجه ممكن تعملها علشان تقدر تامن نفسك احتياطيا من اختراقك بالفيروسات دي، انك تقدر تعمل نسخه احتياطيه من كل البرامج بتاعتك وكل الملفات بتاعتك علشان تقدر ترجع لها بعد كده. ودي برضو شرحناها في فيديو موجود قبل كده على القناه ازاي تعمل نسخه احتياطيه بالكامل من نظام التشغيل بتاعك او من الملفات بتاعتك. وهسيب لك برضو رابط الفيديو ده موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، وهسيبه لك برضو في الاي اللي موجوده من فوق. ولو عندك بقى صور شخصيه او صور عائليه او اي ملفات مهمه للشغل بتاعك وانت عايز تحميها من الاختراق ومن الفيروسات، وقتها ما قدامكش غير انك انت تجيب هارد خارجي تحط عليه الصور والملفات دي، لان انت لما بتحطها على هارد خارجي انت بتبعدها تماما عن اي فيروسات موجوده عندك على الجهاز وعن اي تفعيل يجي من مطور الفيروس انه يبدا يشفر في الملفات دي. والعمليه دي بتعملها تقريبا كل اسبوع او كل شهر على حسب الملفات اللي موجوده عندك او على حسب الصور اللي انت بتحطها على الكمبيوتر عندك. وبمجرد ما بتحط الملفات دي عندك على الهارد الخارجي بتبدا ان انت تفصله من الكمبيوتر تماما علشان لو اي عمليه تشفير او اي فيروسات نزلت عندك على الويندوز ما تصيبش الهارد الخارجي. طيب دلوقتي انت عرفت عمليه التامين بتبقى عامله ازاي. لو انت دلوقتي اتصبت بالفيروسات دي وحاسس ان في حاجه مش مظبوطه عندك في الكمبيوتر او الملفات بتاعتك اتشفرت، اول حاجه هتعملها واسرع حاجه تعملها انك تشيل سلك النت من الكمبيوتر، ولو بتستخدم لابتوب اقطع الواي فاي تماما وبسرعه جدا. تاني حاجه هتعملها هتبدا ان انت تعمل سكان او تعمل فحص للكمبيوتر بتاعك بالكامل عن طريق اسطوانات الطوارئ. طيب وهتقول لي ايه هي اسطوانات الطوارئ اصلا؟ هقول لك ان انا سايب قبل كده فيديو على القناه شارح فيه يعني ايه اسطوانه الطوارئ، وشارح فيه كمان ازاي تعمل فحص للكمبيوتر بتاعك من خلالها، وهسيب لك رابط الفيديو ده موجود في الديسكربشن، وهسيبه لك برده في الاي اللي موجوده من فوق. طيب وبعد ما عملت سكان للكمبيوتر بتاعك او فحصت الجهاز بتاعك كده الفيروس اتشال والملفات رجعت؟ لا، انت كده شلت الفيروس بس، تعمل ايه بقى في الملفات اللي اتشفرت؟ ركز معايا، في موقعين مهمين جدا هسيب لك الروابط بتاعتهم موجوده في الديسكربشن الخاص بالفيديو ده. الموقعين دول
مهمين جدا وبيساعدوك على فك تشفير الفيروسات. اول موقع من الموقعين دول وهتلاقي اسمه نو مور رانسوموير. واول ما بتبدا ان انت تفتح الموقع ده وتنزل على قسم الشركاء هتلقى شركاء كتير جدا موجودين في الموقع ده، وده بيدل على ان الموقع ده قوي جدا وموثوق من اكتر من مصدر. هتلاقي بقى شركات الانت فايروس ووكلاء من الاتحاد الاوروبي ووكلاء من تنفيذ القانون، والوكلاء دول من بعض الدول ومن كيانات عامه جدا ومعروفه جدا، وداخله شراكه مع الموقع ده وبتحاول تساعدك ان انت تفك الملفات بتاعتك، لان الفيروس ده فيروس خطير جدا واصاب ناس كتيره جدا. وبعد ما تتعرف على الشركاء او الوكلاء اللي موجودين في الموقع ده او المصادر الموثوقه من الموقع، هتبدا دلوقتي ان انت تدخل على ادوات فك التشفير، ودي اهم او ده اهم قسم موجود في الموقع. واول ما بتبدا ان انت تفتح ادوات فك التشفير وبتعمل سكرول داون لتحت كده، هتلقى جميع انواع الفيروسات او اسماء فيروسات كتيره جدا من فيروسات الفديه، ودي انواع موجوده في الموقع الشركات ساهمت ان هي تعمل لها ادوات لفك تشفير الملفات بتاعتها. ولكن قبل ما تبدا ان انت تنزل اي اداه لفك التشفير، هتطلع من فوق كده هتلقى ملاحظه مهمه جدا. الملاحظه دي بتقول لك ان انت ما ينفعش تنزل اي اداه لفك التشفير قبل ما تكون حذفت الفيروس من الجهاز، وده اللي انا شرحته في بدايه الفيديو لما قلت لك اعمل سكان باسطوانات الطوارئ. وبعد ما تتاكد ان انت عملت سكان للكمبيوتر بتاعك، هتبدا ان انت دلوقتي تكتب اسم الفيروس اللي انت اتصبت بيه او الامتداد اللي ضافه لكل الملفات بتاعتك بعد الاصابه، والكلام ده طبعا بتكتبه في مربع البحث اللي موجود قدامك في الموقع. طيب لو انت دلوقتي عملت بحث على الموقع ولقيت اداه تفك الملفات بتاعتك الحمد لله، تعمل ايه؟ بكل بساطه ان انت هتدوس على الاداه، وقبل ما تعمل تحميل للاداه اللي موجوده قدامك بتقرا حاجه اسمها الدليل الاسترشادي او الدليل الارشادي للاداه دي، وده بكل بساطه بيشرح لك الاداه بتعمل ايه او بتفك الملفات بتاعتك ازاي، بيشرح لك الاداه خطوه بخطوه. وطبعا الكلام ده بيختلف من اداه للتانيه، علشان كده مش هينفع ان انا اشرح كل الادوات اللي موجوده في الموقع. طيب وده ليه؟ لان مش كل الفيروسات فكرتها واحده، وكل الفيروسات اللي انت شايفها قدامك دي هي فيروسات معظم الشركات او الوكلاء اللي انت شفتهم في البدايه خالص هم اتصابوا بالفيروسات دي، فبالتالي المطورين او المبرمجين اللي شغالين في الشركه دي قدروا ان هم يعملوا اداه تفك مفتاح التشفير اللي تم تشفير الملفات من خلالها. فعلشان كده كل اداه لفك التشفير هتلقى قدامها حاجه اسمها الدليل الارشادي اللي بيقول لك ازاي تفك التشفير من خلال الاداه دي. وفي نفس الوقت الشركات اللي ساهمت في مساعدتك دي مش طالبه منك فلوس ولا حاجه، هي بس بتقول لك خلي بالك من الاصابه، وفي نفس الوقت بتقول لك خد الدليل اللي تفك بيه تشفير الملفات الموجوده عندك، وان شاء الله تلقى الاداه اللي تفك ملفات التشفير اللي موجوده عندك. والموقع الثاني اللي ساهم في فك تشفير فيروسات الفديه وهو موقع كاسبر، وطبعا كاسبر موقع مشهور جدا وبرنامج الانت فايروس بتاعه برنامج قوي جدا. وبعد ما تفتح الموقع اللي هسيبه لك برضه في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، هتبدا ان انت تفتح الموقع وهيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. هتبدا بكل بساطه ان انت تحول الموقع من اللغه الانجليزيه للغه العربيه. طيب وده ليه؟ لان انت بتقدر تفهم من خلال تحويل اللغه من الانجليزيه للعربيه الموقع طالب منك ايه بالظبط. والموقع بكل بساطه في مربع البحث اللي موجود من فوق طالب منك حاجات بسيطه جدا. اول حاجه طالب منك امتداد الفيروس اللي انت اتشفرت بيه، او البريد الالكتروني اللي موجود في ملف الكتابه اللي تم انشاؤه بعد ما اتصبت بفيروس الفديه، او اي معلومات تدل على نوع الفيروس اللي موجود عندك في الجهاز. طيب وبعد ما عملت بحث على الفيروس بتاعك والحمد لله لقيت الملف او لقيت الاداه اللي تفك الفيروس ده، هتعمل ايه؟ بكل بساطه هتبدا ان انت تقرا الارشادات اللي موجوده في الموقع او موجوده في القسم بتاع الاداه قبل ما تنزل الاداه. وعلشان كده قلت لك حول في البدايه الموقع من اللغه الانجليزيه للغه العربيه، وتبدا بعد كده ان انت تفك تشفير الفيروس اللي موجود على الملفات بتاعتك. والمهم يا صديقي، ما دام وصلت معايا للنقطه دي من الفيديو، حابب اقول لك على مشكله واجهتني شخصيا وانا بعمل او بحضر للفيديو ده. والمشكله دي خطيره جدا وممكن اي حد يقع فيها وهو بيعمل بحث عن ملف تشفير او ملف فك تشفير للفيروسات بتاعته. المهم يا صديقي، وانا بحضر للفيديو ده كان في اداه ثالثه موجوده من ضمن الموقعين اللي احنا شرحناهم دلوقتي. الاداه دي وظيفتها ان هي تفك تشفير الفيروسات، والاداه دي من موقع مشهور جدا وموثوق جدا وكلنا عارفينه تقريبا، وهو البيت ديفندر. ولكن وانا بجرب الحاجه دي قبل ما اشرحها لك حصل مشكله غريبه، وحصل ان انا اتصبت او كنت هتصاب بفيروس الفديه من موقع بيت ديفندر. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بكل بساطه ان موقع بيت ديفندر او الموقع الثالث اللي كنت انا هشرحه دلوقتي ولكن ما شرحتوش، هو مش زي الموقعين اللي فاتوا، مش عباره عن انك انت بتدخل مثلا اسم الفيروس او الامتداد بتاعه، لا، هو عباره عن اداه بتنزلها عندك من الموقع الرسمي الخاص ببيت ديفندر علشان تعمل سكان لكل الملفات اللي متشفره عندك. والاداه دي لو كانت لقيت طريقه فك تشفير للملفات اللي موجوده عندك، وده الكلام اللي كان مكتوب على الموقع عنده، انها لو لقيت فك تشفير للملفات اللي موجوده عندك هتبدا انها تفكها من تلقاء نفسها. ولكن اللي حصل ان لما نزلت الاداه عندي على الجهاز وبدات ان انا اعمل تجربه على ملفات كانت متشفره عندي قبل كده، اللي حصل ان الاداه بدات انها تدخل في ملفات وفي اماكن انا ما كنتش قايل لها انها تدخل في المكان ده، وبدا يحصل كتابه وقرايه على الهارد عندي بطريقه عشوائيه وبطريقه غريبه جدا، وان كمان الشاشتين اللي موجودين عندي على الكمبيوتر بدا ان هم يقفلوا ويفتحوا بطريقه عشوائيه تماما، حتى الماوس ما كانش بيتحرك، وده اللي خلاني بسرعه جدا بدات ان انا اشيل سلك الانترنت من الكمبيوتر وحسيت ان في حاجه مش مظبوطه. بعد كده بقى بدات ان انا ادخل في تاني خطوه، وان انا عملت سكان للكمبيوتر عندي بالكامل عن طريق اسطوانات الطوارئ. وبعد ما عملت فحص للجهاز بتاعي من خلال اسطوانات الطوارئ لقيت فيروسات ما كانتش موجوده عندي قبل كده، ويا ريت يا ريت وقتها كان بالي رايه ان انا اقدر اصور لكم الحاجات اللي حصلت معايا دي، ولكن الموضوع بقى مربك جدا، وبقت اي حاجه موجوده على الانترنت
لو انت مش عارف المصدر بتاعها او مش عارف تنزلها من مصدر موثوق مثلا ما تنزلهاش. وبس كده، ده اللي حصل معايا تقريبا وانا بنزل اداه بيت ديفندر واللي انا كنت هشرحها لك في الفيديو ده. ولو ما كانش حصل معايا الحوار ده كان ممكن ان انا اشرحها لك عادي جدا وانت ممكن تتصاب منها، ولكن الحمد لله ربنا ستر والحمد لله قدرت ان انا اعرف ان الاداه دي مش مظبوطه. وانت كمان يا ريت لو بتعمل بحث عن فيروس معين او فك تشفير لفيروس معين ابعد عن بيت ديفندر دلوقتي مؤقتا يعني. وبس يا صديقي، ما دام وصلت لنهايه الفيديو اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور مدونه جروب الصفحه على الفيسبوك. ولو عندك مشكله تقدر تتواصل معانا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تتواصل معانا على رسائل الصفحه على الفيسبوك من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب كل يوم الا يوم الجمعه. وبس كده.